خلينا نبلش من الأول. أنا وين كنت؟ أنا جيت. اللي صار إنه من أسبوعين تقريباً، لو بنص التحضير، صحيت الصبح كنت مقدم اليوم اللي قبله على الفيزا الكويتية عشان بدي أروح الكويت. أنا لازم أقدم على الفيزا قبل ما أسافر، فصحيت الصبح وإجالي رفض من الفيزا. أنا استغربت، قلت عادي يمكن في شيء غلط بالأوراق اللي عطيتها ولا شو ما كان، ما بعرف. قدمت تاني مرة، هالمرة ردوا علي بعد نص ساعة، رفضت تاني مرة. غريبة، ليه هيك عم يرفضوا لي الفيزا؟ يعني أنا ما المفروض يكون في أي مشاكل. بس بعدين نفس اليوم كنت عم رحت على النادي، عم حمي، عملت إطالات، عملت تمارين مرونة، وعم جهز حالي بدي ألعب سكوات تقيل اليوم. فنزلت عم بعمل سكوات بس بوزن جسمي عشان حمي. وصلت لتحت حسيت هيك ركبتي عملت، حسيت هيك طقة بركبتي، قلت ياه احنا ناقصين هلأ، وهي ركبتي السليمة كمان. المهم نختصر القصة من الآخر، رحت على الدكتور على طول عشان حسيت ركبتي انه حسيت في شي صار، يعني ما بعرف شو اللي صار. رحت على الدكتور عمل لي فحص، قال لي احتمال عندك تمزق بالرباط او تمزق بالغضروف المفصلي. قلت يا ساتر. فأنا أكيد هلأ عم دخلت براسي كتير، عم فكر كتير، قلت يا الله شو اللي حيصير، طز بالبطولة، أنا مش ناقص إصابة هلأ، أنا كل شوي برجع وفي شي تاني بنزلني لتحت. فالمهم رحت عملت الرنين الـMRI، الأشعة بالرنين، الحمد لله ما في ولا شي، ما في ولا إصابة، بس رضي بسيطة وبتحتاج راحة بس شوي، أسبوع أسبوعين وفيني أرجع للتمرين. فأنا هلأ الحمد لله. لكن لما تنرفض الفيزا مرتين بنفس اليوم وبنفس اليوم يصير هيك بركبتي، أنا قلت هاي دي يمكن علامة، يمكن ما لازم أنا أروح على البطولة. فقررت أني أنسحب من البطولة صراحة، وفي حيكون في غيرها كتير إن شاء الله وحنقدر نشارك، ولا يهمكن، أنا ناوي شارك، أكيد 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 ناوي شارك، بس هاي دي ما زبطت مع البطولة. فسبحان الله، بتوقع هيدي حتعتبر أقصر سلسلة بتاريخ اليوتيوب، بس فيديوين. أنا آسف على التأخير، بس رجعة قوية إن شاء الله، وبشوفكم بالفيديو اللي جاي. باي باي.